امام بقال خالد مني، حيت الهدف الاغلبيه الساحقه نقولها وتحمل مسؤوليته ما تنخافش. الاغلبيه الساحقه ديال الجمعيات الرؤساء ديالها هما اللي مشاو للالعاب الاولمبيه. من العيب والعار وتعمدت نكتب على الشيوخ، من العيب والعار ان كل الجمعيات فيها الاغلبيه الساحقه من الشباب. اذا كان شي رحله لافريقيا، اذا كان شي رحله ما فيهاش اللي يمكن يقول لك متعبه ولا تمشي للجحيم تيسيبوا الشباب، ولا كان شي رحله لاوروبا كاس العالم الالعاب الاولمبيه تيمشيو الشيوخ. مرفوض هادشي. نعم بصدق، نحن الآن أمام في لحظة مفصلية، لحظة تاريخية حاسمة، نؤرخ لمحطة جديدة في تاريخ الصحافة الرياضية المغربية. نحن هنا للقطع مع ما كانوا يسمى بالمتطفلين والدخلاء على القطاع، وقطاع الصحافة الرياضية هو من اختصاص الصحفيين المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية من المجلس الوطني للصحافة. الحمد لله لقينا ترحاب كبير وتفاؤل كبير، وشفنا يعني يمكن نقول لك انا شفت الفرحه في وجوه المهنيين الحقيقيين، لان واخيرا لقاو الاطار الوحيد والاوحد من اجل تنظيم هذا القطاع هذا. صحيح هو صعب وشائك، ولكن لدينا من القوه والجراه والعزيمه على اننا نمشيو الى ابعد حد. وكوني متاكده زميلتي على اننا ان شاء الله غادي نكونوا واجدين كاس افريقيا 2025 وكاس العالم 2026 وكاس العالم 2030 تنظم ان شاء الله بلادنا بصحفيين مهنيين يشرفون بلادنا، سواء بالهندام ديالهم، سواء باللغات ديالهم، سواء بالحرفيه والمهنيه ديالهم. وهذا الشيء ما يمكن يكون الا مع الصحفي المهني المحترف الذي يشتغل في مقاوله اعلاميه مهيكله منظمه. سيدريس اكيد غادي تلقاو مضايقات من طرف كيف ما كنقولوا بعض المتطفلين على الميدان وبعض الجمعيات، كيفاش غادي هو هي الحرب بدات قبل ما نبداو هنا. الحرب بدات، نحن لا شوف جيوب المقاومه كاينين، اللي كان مولف على انه يعيش من الفوضى ويعيش من التسيب فاكيد ما غاديش يلقى مكانته. اللي بغى انا احبد ينتقدني وما يهاجمنيش من اجل الهجوم المجاني، فاللي نقدر نخطئوا نقدروا اننا توقع اشياء ماشي في الحسبان كذا نصحوها، ولكن اللي بغى يهاجم من اجل الهجوم او لانه قطعنا عليه الريع او لقطعنا عليه ما كان يسمى يعني كما تقولوا حنايا اشياء اخرى كانت تحت الطاوله، فانا بحال هاد الناس ما تيهموناش. حنا عندنا مشروع، عندنا هدف سائرون فيه ان شاء الله، وممكننا الا نجحوا ان شاء الله بفضلكم وفضل الله سبحانه وتعالى وفضل النيه الحسنه والصادقه اللي تنحملها من اجل انجاح هذا المشروع.